بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض اجمد وصفة واحلى وصفة، وبجد من الاخر وصفة للتخسيس، ومكوناتها كلها موجودة عندنا في البيت وسهلة وبسيطة. اول مكون يا بنات هو الكمون، وطبعا كلنا عارفين قد ايه الكمون من الحاجات الحلوة جدا اللي بنستخدمها في التخسيس، او الحاجات الفعالة اللي بتخلصنا من الدهون في منطقة البطن الأرداف. بجد الكمون ده سحر، اي حد عايز يخس لازم يبقى الكمون ده موجود في الوصفات بتاعته علشان يقدر يخس. هنعرف دلوقتي ازاي المج الخطير الرهيب ده هيخسسنا من 5 كيلو ل 7 كيلو في الشهر، زي ما بقول لكم كده يا بنات، من 5 كيلو ل 7 كيلو. اول حاجه طبعا هاخد معلقه من الكمون، معلقه كبيره من الكمون، على كوبايه من الميه المج اللي احنا شايفينه معانا ده، واحطهم على النار يقلبوا لمده 5 دقائق، وبعد كده هستنى لما يبرد. طبعا عندي نص ليمونه هبدا اعصرها كلها. طيب انا عندي مثلا التهابات في المعده او بعاني من اي حاجه في القولون، يبقى بلاش استخدم الليمون بكميات كبيره، ممكن استخدم 5 نقط بس من الليمون. لو انا تعبانه قوي ممكن استخدم شرايح من الليمون بس احطها. طبعا لما ده يبدا يبرد او يدفى هضيف له الليمون، او شرايح صغيره جدا من الليمون هحطها واغطيه وشويه كده وهشربها. ازاي بنستخدمها؟ وده اللي هقول لكم عليه دلوقتي. بتستخدميها 3 مرات بس في اليوم، قبل كل وجبه بتستخدمي المج ده بتشربيه. صدقوني يا بنات خلال شهر ان شاء الله تحسي ان جسمك خلاص يعني بدأ ينزل جدا من 5 كيلو ل 7 كيلو. طبعا يا بنات الوصفة دي متجربة ومضمونة في 100%، بس اهم حاجة الناس اللي بتعاني من اي مشكلة تقلل من الليمون، او كمان ممكن ما تستخدمش الليمون، تعتمد على الكمون بس. ما تنسوش بقى يا بنات كل اللي يجربها وتجيب معاه نتيجة، وان شاء الله هتجيب معاه نتيجة كويسة، يدعيلي في الكومنتات. وعايزة اقول لكم لو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك وشير، ولو كنت اول مرة تشوفيني اعملي اشتراك لقناتي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي، واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفات جديدة وفيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.